تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد جرى توقيف المشتبه فيه عند مدخل مدينة مكناس مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 2500 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل و500 غرام من مخدر الكوكايين، وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الجوانب المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال.